السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عصام حامد، بار ابلكيشن ديفلوبر فلاتر وزامرين وكمان دوت نت ماوي. النهارده هنعمل اسهل حاجه تقريبا في تاريخ فاير بيز، الا وهي الساين اب والساين ان. فيديو مش هيطول وفي نفس الوقت خطواته بسيطه جدا. خلي بالك من نقطه بس، اللي انا بقول لك الفكره الاساسيه انت اللي بتكمل، بس انا بقول لك ازاي تربط بفاير بيز وازاي تعمل ساين اب وساين ان. يلا بينا نشوفها بتتعمل ازاي عن طريق الميل. هنعملها عن طريق ميل وباسورد. يلا بينا نشوف ازاي. يا سيدي نسمي بالله ونكمل مرة تانية. المرة دي هنتكلم عن الاوثنتيكيشن او ازاي تعمل ساين اب وساين ان. اول حاجة عشان تعمل ساين اب محتاجين فاير بيز اوس. انا بكمل على الفيديوهات السابقة، ماشي؟ عشان بس تكون عارف انا بكمل على الفيديوهات السابقة، فالكود اللي انت هتشوفه ده للفيديوهات السابقة بتاعتنا. يعني احنا هنا الجريد والنيم والكلام ده كله. هنخش على البوبس الكامل وهننزل فاير بيت اوث. هنخش على الكونستنت، بدل ما هي هتبقى انت جريد هتبقى string password مثلا، حلو، وهتبقى مثلا يوزر نيم مثلا، وهنا برضو string فاضي. هنرجع للهوم، بدل ما هيبقى جريد هيبقى password، وهنا النيم هيبقى يوزر نيم، وهنا خلاص مش محتاجين نعمل enter بارز ولا اي حاجة خالص. حد كده بسيط، انا شغال على برضو القديم ما عملش اي حاجة. تعال بقى اما نشوف بقى ايه الفاير بيز اس. هنروح على الفلاتر ابلكيشن بتاعنا، هنروح على الاوثنتيكيشن، هنعمل get started. انت عايز تعمل ايه؟ انا يا سيدي عايز ايميل وباسورد. هتعمل له enable، دي جديدة، ايميل لينك باسورد less than. طيب خلينا كده مؤقتا نشوف الايميل والباسورد. انا كده عملت لها enable، حلو كده. تعال بقى لما نشوفها تبقى شغالة ازاي. هتروح هنا على الكود بتاعنا، هنا بدل ما هيبقى get هيبقى sign up او register. هتخش على add student، دي ما عادتش add student خلاص، هيبقى register لحد كده، جميل. هتشيل ده كله عشان ده كله من اللي فات، وهتشيل برضو ده كله، ده كله من اللي فات، احنا خلاص عملنا ده. في الريجستر بقى هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، في الريجستر هنقول له firebase auth dot instance dot create user email و password. طيب اليوزر الميل هيبقى ايه؟ يوزر نيم، خليها بلاش يوزر نيم عشان ما نتلخبطش، خليها هنا ايميل عشان انا كنت عاملها يوزر نيم انا عارف، وهنا في باسورد. حلو، هتروح هنا بس هنخلي بدل يوزر نيم خليها ايميل عشان بس ما تتلخبطش، وهنرجع للهوم ونخلي اليوزر نيم دي ايميل، و بدل ما هو controller text add هتخليها add او register. بعد كده نعمل run، قبل ما تعمل ماشي اعمل run، وهنا هتشيل الليبل نيم ده هيبقى ايميل، وهنا password. حد كده جميل، هو بس بيعمل لسه داونلود. دلوقتي الابليكيشن بتاعنا عمل رن زي ما انت شايف كده، ايميل وباسورد. هنقول مثلا في الايميل هنقول له تيست تيست دوت كوم، والباسورد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا. طبعا انت ممكن تخليه سكيور لو انت مثلا عايز تخليه سكيور. ثانية بس، شو كورسر سكيور كان في هنا في السكيور،
as efficient as secure. ثانية واحدة. اوب سكيور تكست، اوب سكيور تكست هتخليها ترو، كنترول اس. فبالنسبة لك باسورد ده هنعمل ريجستر. تعالى كده اما نشوف اتعمل ولا لأ. هو اتعمل اهو، لسن. تعالى اما نشوف اللي حصل. افتح تاني الاوثنتيكيشن، خش تاني على اليوزرز، والتست اتعمل بنجاح. حد كده في حاجة صعبة؟ ده كده الاوثنتيكيشن بالنسبة للساين اب. احنا دلوقتي عايزين بدل ما نعمل ساين اب نعمل ساين ان. طب هنعملها ازاي؟ ساين اب وساين ان هنشيل برضو الريجستر هنا، وهنخلي بدل ريجستر تبقى ساين ان. جميل. هنرجع للهوم بيج موديل، هنشيل ده خالص. بدل كرييت يوزر هتبقى ساين ان. ان عندك ويز كريدنشال ولا ويز ايميل وباسورد ولا ويز فون نمبر، احنا دلوقتي داخلين بايه؟ بالميل والباسورد. نفس الفكرة بالظبط، مفيهاش اي اختلاف. هنا ممكن تحط الاويت او ممكن ما تحطوش، شوف اللي انت عايزه، هي عادي شغالة في الناحيتين يعني. طيب هنا هيبقى كنترولر دوت برضو كانت ريجستر لسه. طب ثواني نغير اسمها، هنخليه لوجن مثلا، ونرجع تاني في الهوم ونحطها لوجن. هي دلوقتي هتكون شغالة عادي، بس احنا عشان نتأكد بس لو هو عمل ساين ان بنجاح، تعالى كده كده هنا بعد الايميل والباسورد تقول له دوت then، قول له مثلا print الفاليو مثلا، واعمل كنترول اس. انا بس بدل ما اروح صفحة تانية اتأكد بس ان هو عمل ساين ان بنجاح، واعمل ساين ان. سواء هنروح على الديبج، تعالى ما نعمل تاني، هي وضحت بس برضه عشان تتأكد. بص يا سيدي، اليوزر display اهو بنال، الايميل اهو، الايميل بتاعنا تيست ات تيست دوت كوم. طبعا دي بيانات الفاير بيس بيعملها اوتوماتيك، عشان انت المفروض عامل ريجستر اللي هو هل ده نيو، هل ده نيو يوزر، عشان لو انت عايز تعمل له لاندنج بورت مثلا. اليوزر نيم، هل انت عامل له يوزر نيم. يوزر برضه display نيم، ده بيانات بقى عامل كلاس تاني اسمه يوزر. الكلاس ده فيه عبارة عن display name والميل هل الميل verified ولا لأ، هل هو داخل متخفي ولا لأ. طبعا دي بيانات كتير أوي الفايربيس بيستعملها، عشان لو انت بتعمل application more professional يعني. فاحنا عايزين نتعلم بس ازاي نعمل sign in و create user، ازاي تعمل authentication عادي وازاي تعمل sign in بطريقة بسيطة خالص. فدي كده ال authentication بالنسبة ل sign up وال sign in، بس هي بسيطة جدا جدا فوق ما تتخيل. بكده نكون خلصنا الفيديو الخاص بالاوثنتيكيشن سواء كرييت او ساين ان. انا هنا بعمل حاجات بسيطة عشان بس اقول لك فكرة ازاي تعمل كرييت وازاي تعمل ساين ان. فلو انت محتاج اي حاجة تانية او محتاج تعمق اكتر، سيبلي في الكومنتات وانا باذن الله هعمل لها فيديو ان شاء الله. متنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، لان لسه في فيديوهات في فاير بيز، لسه في نوتيفيكيشن ازاي تعمل نوتيفيكيشن وازاي تستلم نوتيفيكيشن، ولسه في الريل تايم داتابيز، ولسه في الميل فيريفيكيشن، لسه في حاجات كتير كده في الفاير بيز هناخدها برضو واحده واحده وباذن الله بسرعه وبطريقه بسيطه. ف ما تنساش تعمل سبسكرايب، واستودعكم الله، سلام عليكم.